الشغل ابن الوز عوام يا حاج، كل يوم على كده يابا، عامل لي فيها لعيب. اه ولا لعيب ولا لا بروح الجيم. هتشوف يا حاج، هتشوف جيم. طب خد اخواتك قبل ما يتاخروا على المدارس. حاضر. يلا يا حاج، مش هتاخد الكوره معاك؟ لا بقى خليها بقى المره الجايه بقى يا حاج. يلا عليكم، مع السلامه. انا عم كده لعيب. ولا كيمو وجعت شلا حلاوتك الحلوه بقى، والفين والطازة وحته الزبده على عيني على عين. السمك عينه فيه يا عم، خلي السمك ياكل. تجنيت ولا ايه يا عم؟ يمكن يحب يغمس ولا حاجه. بص ولا ايوه تلاش ولا بكره تلعب كله على ربنا. على الله. ولا حمو. ايه؟ ولا حمو. السنارة بتغمز يا ولا. ايه ده؟ السنارة بتغمز يا ولا. دي بتغمز. الله. دي بتغمز. الله. ايه ده؟ دي بقى مين انا؟ الله. الله. عارف الميلة دي؟ اه. الموزة بتاعت السمك. الله. بقول لك ايه؟ تيجي تتغدى معايا النهاردة. أمي تعمل لنا الصيادية المتينة وشوية شوربة بالليمون. دبلان على أرضه وفينك. بيني وبينك. هتغدى مع اهلي النهارده، براءة يابا. يا سلام. اه ايه ده؟ رن يا سيد. مش هرد. لا رد، يمكن شغل. صح. الو، ايه يا عمده؟ صوتك عالي قوي. ايوه. ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بتع الكتعه؟ لا اله الا الله. بتع ماتت؟ ماتت ايه يا عم؟ دي هتتجوز. يا بت كريم يا رب. يا اخي انا زهقت، انا زهقت من الاغاني الزفت. انا عايز اغني كده، عايز اغني اغاني حلوه كل الناس تسمعها. شايف يا عم؟ جايه والله العظيم جايه. شايف الجمهور اللي زي الفل ده؟ اهدى بقى، اهدى اهدى. خد يا ولا خالك يمو، لو الواد ناصر صدق في موضوع سجن النجوم ده. يا ريت يا ريت يا حمو، ده يبقى حلمنا نحقق يعني. ايوه بس اوعى تغير وتنسى انتيمك. ايه يا كيمو؟ ده انا حمو. ايوه يا ابني، صاحبي اللي عمري ما استغنى عنه ابدا. يعني وعد؟ وعد. بص يا حمو، انا عايز اقول لك على حاجه. يمكن بعد ما انجح هتغير. فدائي 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 فدائي. أموت وأعيش ما يهمنيش، أموت أعيش ما يهمنيش. مفاجأة يابا، مفاجأة والله العظيم. السنارة طلعت لي مزة السمك، ميارة بتلعلط يابا، بتقول لي كلني. تعيش وتجيب يا ابني، طول عمرك مرزق. ربك عوضني يابا، البحر كله رزق وعمره ما كسفني. أنا رايح لأمك. أعيش معيش ما يهمنيش، أموت أعيش ما يهمنيش. ابدأي 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 ابدأي. هي ولا انت دي كبيرة حلوة يا تسلم ايدك يا كيمو يا ابني، ده السمك كله مبطر. ايه الحكاية بقى؟ انت كنت بتنشف؟ ابدا يابا، دي صدفة. الحمد لله. مالك يا كيمو يا ابني؟ ابدا يابا. الله كريم. يا ابني الصبر طيب، والبلد دي احسن من غيرها. يا كيمو، كيمو. يا ناصر. الحق يا كيمو، انزل يلا. انزل بسرعة. طب نزلك. انزل انزل يلا. انا نازل يابا. يا ساتر استر. ايه يا ابني في ايه؟ أمو كيمو. إيه يا علا؟ إيه؟ أنا عايز الناس كلها تعرف إني خيري عليكم. هوصلكم للماك. إيه الميعاد؟ إمتى؟ الميعاد الأسبوع الجاي. استوديو النجوم. ده مش أخيب إن شاء الله. إيه؟ شش. إيه يا حبيبي؟ خلاص، لا أنا هرن لك إن شاء الله بأمر الله. ماشي يا عم، ماشي يا زين. صباح الفل. ايه يا واد؟ هو انا هرقص من غيرك النهارده ولا ايه؟ الله، وايه اللي فكرك بينا يا ست سونا النهارده؟ لا يا كوكو، اوعى تفتكر ان انا النهارده جايه عشانك. لا يا حبيبي، انا جايه عشان فرح بتعه بنت خالتي. لا لا لا، انت فاهمه غلط. انا القديم ده كله نسيته. بح،
صباح فل. طب تعالى اقول لك يا حبيبي، ما تيجي معايا مصر وانا هروقك. هلا انا رايح مصر، بس انا رايح للشهره، استديو النجوم حاجه تانية. والله طب يا حبيبي، ده رقمي وعنواني، لو اتزنقت والزمن خبط فيك هناك ابقى كلمني. لا انا ما اظنش ده هيحصل، بس هاخد عنواني. عارفه ليه؟ عشان رجاله نسال عليكي، عيانه، محتاجه قرشين كده يعني. طب يلا يا حبيبي، لحسن فرح الدفعه ابتدى. يلا يا كوكو يلا. عجبك يا صاحب البهدله اللي احنا عايشينها دي؟ بهدلنا ايه؟ واحنا شغالين في الجوازات؟ احنا اتفرتكنا يا اخي، البلد دي مش حبانا، واي حد هيجي هنقطعوه. سبع اخويا، انت زي ما قلت الشغلانه دي اخرها النهارده، هو الامل في ناصر. ناصر ولا ناصر؟ ناصر ولا ناصر؟ ناصر، كنت بحلم حلم جميل. اكيد كنت بتحلم اننا هننجح وهنبقى نجوم. كنت بحلم ان انا باكل سجق. سجق ولا ناصر؟ انزل يلا. شكلك يلا كده ما يطمنش. ليه بس؟ ده انا مظبط لكم كل حاجه، مرتب لكم لزوم العيشه والقبيج، ومتكلم مع اعظم متعهد حفلات في مصر الموسيقار عبدو بونطا. عبدو بونطا مين؟ يالا ما سمعتش حاجه عنه. شكلك هيطلع ودني ويضيعها. ايه
ده غير الاستاذ علي عزت بتاع استوديو النجوم هيظبطكوا. والناس دي كلها عرفتها ازاي يا واد؟ من الثالث حريم اللي انا متجوزه. ومتجوزهم لوحدك ولا ايه؟ لوحدي طبعا. الشقرة والسمرة كلهم ماشيين على عجين ما بيلخبطوش، وبكرة تيجي وتشوف الأسد في عرينه بيعمل ايه؟ ياض انت أسد بجد ولا ايه؟ لا بكرة نروح له بنت الحيوانات. دلوقتي بقى يا جماعة أنا هسيبكوا عشان لازم أسافر، وده عنواني مستنيكوا. ها سلام. باي 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 باي. ها هنسافر؟ سافر يا دي حمد. هنسافر هنسافر. بقول لك ايه؟ أأمنك أمانة، أوعى ترجع إلا وأنت ناجح. إن شاء الله يا حاج. مع السلامة. يابا مصر واسعة والأفراح هناك فيها كتير، وناصر الأسد في عرينه هيظبطنا وهيروق علينا وهيخلينا مية مية. ابني اسمع الكلام واعمل زي. أنا اتطوعت في الجيش وقضيت عمري كله فيه، كنا مستعدين نضحي بأرواحنا سنة 56، كنا بناكل العدو أكل وما كانوش قادرين علينا. يعني ايه يابا؟ يعني عايز اروح اتطوع في الجيش سنة 56؟ ماله؟ من شابه أباه فما ظلم. أخ شفت؟ نسيتني الأربيجين. أهو يا ابني، أهو يا حبيبي، اتفضل. معلش يا اما، معلش يابا، يعني احساس الفراق وانا رايح احارب. السلام عليكم. انفار انفار والكافر فدا قوى. ايه ضيعت العنوان؟ لا يا عم اهو. لا مش ده يا عم، اديله محمول اهو يا عم، خارج طاق الزفت على طول. انا مش مطمن الاسد في سريره ده. وناصر ده هنروح له فين دلوقتي؟ هو في حلين، يا اما نروح ندور عليه في السيرك، يا اما نبات في لوكندا الصبح. لا انا ما بحبش لوكندات. بقى نروح السيرك؟ يا عم انا هوديك لوكندا كنت بنزل فيها من الجيش كده ورايا. السلام عليكم. السلام عليكم. يا عم الراجل ده عامل كده ليه؟ اخرس. اطرش. ليله ولا على طول؟ ليله واحده ان شاء الله. 20 جنيه. حاضر حاضر. اوضه 9. حاضر عينيا. ايه ده القرف ده؟ اهلهم والسلام يا عم. بجد نروح ناصر تعليمه. يا نهار اسود يا حمو. ايه؟ ولا حمو احنا اتسرقنا يالا. والفلوس؟ بقولك المحفظه اتسرقت. لا مش علينا، مش عليا يا باشا. تعمل يالا؟ احنا وقعنا ولا ايه؟ هتشوف حمو كان يعمل ايه ورايا. ولا حمو، ولا حمو استنى يالا. ايه بعدين تكيمه امشي الحاجات دي. استنى يالا بعدين تكيمه. انا خالي ايديا مش ناقص. ايه ده ايه؟ الحمو كان نلمه واحد الضرة. لا هتحكت بجد خلصني. احنا شباب حلوين قوي راجل مش على كام فلوس. يا نهار اسود. هو في ايه؟ مين كان بيزعق؟ مش انا ولا انا، مش احنا. احببكم حاجه. المحفظه كانت فاضيه بس كان فيها شويه اوراق. فلوس مش مهم. ايه المحفظه دي؟ ايوه هي. ناقصها حاجه؟ لا شكرا، معاك انت تزيد. طب مش شاكر يا اخويا. في حاجه يا بابا. اوعى تقول لي اعرف لوكاندا تاني ولا نيله فوق دماغك، انا مش هسمع كلامك تاني. يا عم انا خلصت الكلام كله في لوكاندا الامانه. روق بقى. روق ايه؟ اهو زفت العناصر ما بيردش وبقينا في الشارع ومعناش ولا مليم. معانا ايدك كده؟ انا كنت مدكن 65 جنيه. هيعملوا ايه دول؟ اهم يا عم يمشون الغاب، مناصر يرد علينا.
وروق كده ربك هيعدلها. ولا كلمه اهي باينه من عنوانها. وانا مش غلطه اهي. خش رجلك اليمين. بسم الله. اهلا اهلا، شرفتم. اتفضل. شفت اللوكندات داينه من عنوانها اهي. لاقيني ولا تغديني يا عم؟ اهلا وسهلا. طلباتكم؟ عملناش طلبات، اللي موجود كفايه. كل اللي تحبوه موجود. احنا مش عايزين غير ان احنا ننام. اوضتين؟ لا، اوضه واحده كفايه. انتوا الاربعه اوضه واحده؟ اربعه، احنا اتنين بس. فهمت، انتوا مش عايزين حد، انتوا انتيمو قوي. من صغرنا كيمو انتيمو، ومش عايزين حد يزعجنا. اوكي، 50 جنيه. ليه 50 جنيه؟ عشان اليوكاندا محترمه. ادفع. مش عايزين بطايق؟ الدار امير. مش بقول لك محترمه؟ محترمه. اوضه 9. لا بقى، انا بتشائم من رقم 9. ومالها 9؟ ده انت هتنبسط فيها قوي. طب خد شيل يا حليوه. امسك يا شربات. طب يلا بسرعه بسرعه بسرعه. يا حمو ده انا قلقان قوي. يا عم تلاقيهم عرسان جداد. يلا يا امير. اقطع دراعي، الواد ده الكهرباء وهو صغير. ايه ده؟ يا ولا حمد. انا حاسس ان انا اعرف الراجل ده. ايه ده؟ ده احمد المنشاوي. يالا احمد بيه. يا احمد بيه، انا كمال وربيع، وده حمو الشلقاني اسكندريه. اهلا اهلا. ايه اللي جابكم اسكندريه ورماكم الرميه السوداء دي؟ يا باشا احنا كنا جايين نقدم في استوديو النجوم، رحنا نبيت يومين في اللوكندات، لقينا اللوكندات خلاص خلاص. يحول المتهمين الى الطب الشرعي، وكمال ابو ربيع واحمد الشلقاني يستنوا. وصايد يا اخي. انا حاسس ان البلد دي كلها كرهانه، بس الحمد لله كله بيهون. شايف كل الناس دي؟ بس فيها الغني واللي مفلس زينا، وكله عنده هموم يا عم، وكله بيعدي. بس اللي حصل لنا ده كتير قوي. ويا اخي شوف سياده ربك، وكيل النيابه يطلع عندنا من الحته ويعرفنا. الحمد لله. انت غنيت في الفرح. الحمد لله يا اخي. يا واد ما تركز كده، يا حمو تفتكر لنا عنوان الواد ناصر. انا مش فاكر حاجه خالص يا اخي، انا نسيت اسمك اساسا. اجري يلا اجري يلا اجري يلا. نفدنا نفدنا يا اخي. نفدنا ايه يا عم؟ ده وينش مرور كله بوليس. خلص يا عم، في ناصر اللي هلكنا ده، شوف عنوانه فين. انا خلاص مش عارف، مش عارف عنوانه فين. ايه ده؟ اهو ده عنوان سونا يا عم الحبيب. الحل ايه؟ ويعني هاجع نفسي شويه واحصل على كلام تلمونا. بتعمل ايه؟ هقول لك. ولا حمو اسمها ما يطمنش، انا خايف. تعال نبات في جامع او اي قهوه. انت صح، الامانه واتسرقنا، الشرف واتاخدنا اداب، السعاده هيحصل ايه؟ يلا يا عم كيمو. ابتدينا. يلا يا عم. يلا ده بتشوف فيه ايه؟ تعال. انا خميس مصر القديمه ابن خالتك يا بنت، ولا قلت خلاص استغنت ومش راجع تاني؟ انا زي القطط بسبع دماغ. عايز هو اللي هيتنفس. بقول لك ايه؟ تعال نجيب 10 رجاله. اثبت. يلا احنا ب 100. ايه اللي جاب المجرم ده هنا تاني؟ اللي هيقرب مني هفتح كرشه. انت مين يا واد؟ انا خميس. انا بقى هخليك يوم اجازه. مصر قديمه. اركب يا كيمو. يا حيوان يا راس السجون، انا مش هسيبك ولا هسيب حقي. شنو من فوق يا حبوتو؟ اسكت خالص ولا كلمه، انا لازم اخفض فاهم؟ حمو اوعى تسيبه عشان خاطري. والله يا سونا انا كنت حاجز في شيرتون، لولا ان في حاجه قالت لي روح شوف البنت سونا. عايزه فلوس يا سونا؟ سلام لي يا واد. اخلص خالص. كيمو
ابن حتتي وقت مجدع وحليوة وصوته ايه يجنن. مش قوي كده يا سونا، انا لسه على قد حالي. وانت مين؟ سامي خليل. بس يا وانا ماشي يا سونا عم خليل عايزه اوضه لحمو وكيمو. لا يا سونا لا، ايه رايحين شيراتون هنا برضو؟ احنا رايحين شيراتون. شيراتون ايه يا ابني؟ انتوا تقعدوا هنا بس عشان انتوا خدمتونا، فانا نقدم لكم خدمات احنا كمان. وبعدين شيراتون انت اخر مره اكلت فيها امتى؟ يا ريت اوضه عشان عايزين ننام. طب ممكن البطايق؟ لازم بطايق، بس اللوكاندا دي باين عليها حلوه قوي. اهلا وسهلا يا نوح، تعالى ونايت. اتفضلوا اهلا. اتفضل يا ابني، اتفضل يا ابني، اهلا وسهلا. اتفضل. ما اعرفش ايه ده، سرير واحد؟ لا يا ابني، سنتين وهيجي لكم سرير تاني ان شاء الله. الله يسترك ويكرم اصلك، بس السرير الواحد ده عامل لنا مشكله في احنا مش عايزين نتعب حضرتك يعني. انا عايز انام. ماله هو ضارب؟ نوح روح جيب سرير حطه هنا. يلا جيب لهم السرير ابو مولى ولا اللي بيوجع؟ بيوجع والله، لا شلك الوحمه دي. اجري جيب السرير، تعبان ما اعرفش. يا ايه يا استاذ؟ نتكل على الله حضرتك بعد اذنك يعني. لك ايه؟ تعالى يا ابني، رايح فين؟ تتكل على الله فين؟ انا عارف كتير زي ده، انت مليان مراغيث، انتوا مجانين. نام يا ابني ناكلهم. مراغيث؟ صباح الفل، وحشتيني موت. هتسوق انت النهارده؟ يلا يلا، انا مستعجله. بموت فيك يا حياتي. كذاب، وريني كده بتتصل بمين فيك. لا دول ناس صحابي، ناس صحابي. مشتاق لك عيني، كنت فين يا ناسيني، ياما قلبي ناداك وبتمناك وبستناك. الو حبيبي. ايوه يا اسد، بقى كده ادينا بومبا يا اسد. وريني، انا متغاظ منك. ايوه يا اخويا متغاظ منك، عشان كل البهدله اللي احنا فيها دي بسببك انت. قول العنوان ايه؟ بقولك ايه يا حمد؟ ما تيجي تشتغل معايا بدل الافلام الفالسو دي؟ والله ما انت فاهمه حاجه، الموضوع اكبر من دماغي بكتير قوي يا سونا. صباح الفل، اتكل على الله. انا بقى ما كنت تقعدوا معانا شويه. مش عايزين نكون تقال عليكم يعني. سيدي وحدك اللي اشتكى لك. احنا اكيد هنزوركم كتير. يلا كيمو عندنا شيراتون. يلا هو حمو بيحب الهزار كده. اشوف وشك بخير. ولا اسمع يلا، اسمع يلا. كلمك اي شيء؟ شقة الاستاذ ناصر فين؟ فوق. ولا اقول لك بص احبك وارجع احسن. ايه طبعا. اسد وعامل مشاكل في المنطقه. انت ايامك مش فايته يا اسد، انت جنانك برجلينا. هو الاسد ماله؟ مراته كلته. اللي جابكوا هنا انت وهو، مرات الاسد فكت وهتاكلكوا. اهرب. خش يلا، تعالى يلا. ده مقاوم من الرب الرحيم، حونا. جايالك يا ناصر السهل. ايه يا ناصر؟ اسحب بسرعة، اهرب بسرعة، اهرب. حظكوا حلو ان انتوا هربتوا. يا عم اقعد، عامل لي جامد قوي واسد، طلعت ارنب. وايه حكاية السجق دي يالا؟ ما هو كل اللي بيحصل ده بسبب السجق. رجعت البيت النهارده من غير ما اجيبه لها، عدمتني العافية. يا نهار اسود، للدرجة دي؟ ابوس ايدك، ابوس ايدك، هات لي السجق خلينا اشممه لها وتنام. المهم فين العبد وانت تلخص. يا حلاوتك، بقى انت قاعد هنا وسايبني. السلام عليكم. اهو صباح الفل يا مجدي، احنا اللي بعتنا ناصر. خدت ميعاد؟ انا لسه مديك لنا يا مايسترو.
بالأمارة النمرة أخيرا 270. أيوة غنيت لي، أنا بقى بتخانق من الناس اللي زيكم اللي هم يغنوا ويقفلوا. معلش يا فنان. خلص في الكلام، طلباتكم إيه؟ لحن ولا لحام؟ والله يعني إحنا جايين في شغل، بس لو أنت شايف إن إحنا محتاجين لحام ولا حاجة عادي. أنتوا دوينتم مع بعضيكوا ولا كل واحد هيلحم لوحده؟ أنا بغني وهو بيلحم. وغنيت فين قبل كده؟ يا عم غنى في الأفراح والمسارح وكل اسكندرية دي تم أنت عرفه. وهنشرفوك يا باشا. هتشرفني فين؟ انت هتغني في الاولمبياد؟ هتشرفني؟ ايه اللي دخل الشرف في الشغل؟ قول لي يالا هتغني لايه ولا بتغني لمين؟ ما تخلص يا مايسترو كنا هنشتغل. ايه السلام؟ ومالك منفوخ قهوه كده؟ يا عم ايه الملغيه دي؟ انا ماشي. والله استنى يا جدع، انت اهو خد يا جدع انت فوق. الله ما تدخل الحمام زي اخوكوا. ما دي مش طريقه معامله يا عم، احنا فنانين. انت من اولها هتقول لي فنانين؟ ادخل منك لمؤاخذه نجوم العالم العربي تامه كانوا بيجوا لي المكتب ده، وهنا كانت نهايتهم. إيه؟ كانت بدايتهم. معلش يا اسطى، اصل هو اول مره جرب لحام البنطه. لا بس تعود على هوا كان، خليك حلو. الله اقعد خلاص مفيش مشكله. هو بس المؤاخذة يشطف وشه ويسرح شعره وتلبسه قميص نضيف حلو كده وزي بعض، هناخده فرح كادو والفرقة هتبقى على حسابكم. اه وما نشوف بقى الرحمة يا اسطى، مش كده يعني، خلي غسيل الوش وتشطفه علينا، وانت بقى خلي عليك الفرقة. يا عم حمو هتحايل عليه ولا ايه؟ صوتش يا عمنا، اهدى بقى. موافقين. بقولك ايه يا ابني، انت هو كمان قبل ما انسى بقى، عشان لما مؤاخذه انا ما احبش الشغل الشاوك والمعالج، لان انا عصبي وبتعالج. الف سلامه يا باشا. خير غنات بعد كده على الموبايل مش عايز، فاهمين ولا لا يا اخي؟ السلام عليكم. يا عم اقعد انت هو بقى، عصبتوني انا محمد. ايوه يا اسطى. خد البقاوات احجزهم في الورشه جوه، عشان لما مؤاخذه هنعمل لهم توست صوت. توست توست على كل شيء. ايوه يا فنان. يلا يا كابتن خش بيهم. يلا كله لوجه الله. اول درس في الكواعد عدم اللمغزه بتاع التريست بتاع الصوت، ما تخشش في الناس مره واحده كده عشان تفرح لهم، عشان ما تفضحناش هناك. لمغزه انت بتسخن الاول معايا في الكلام. الاول هتقول ايه يعني؟ حسيت انك انت سخنت تلحم في الاغنيه اللي بعديها على طول. ومش اي لحام بقى، لا انا عايز لحام اكسجين اكسجين. اول حاجه هتحط الجناح، حطينا الجناح ولع يا اشرف. اسمع ولع فيهم ولع فيهم. هاي الفرح ولع. هنسكن ازاي واحنا على الحديده؟ بسيطه، نبيع الموبايل. يا ابو الافكار انت، هل عندك حل تاني ولا ارجع اسكندريه وخلاص؟ ونقول لهم ايه بقى يا فالح؟ تضحك علينا وتسرقنا؟ صحيح. ولا ايه؟ بعت الاربيجيه عشان ناكل؟ ولا سكون العماله اقول لها ساكن في شيراتون هيلتون ميلتون؟ اسمع، احنا كمان مش هنقعد كده على سكون هنا في اللوكاندا، احنا نشوف شغلانه تانيه جنب شغلانه عبد بونطه دي لغايه لما يجي ميعاد استوديو نجوم. 100 100. مش عايزك بقى تجيب سيره بقى لسكون موضوع عبد بونطه. ها رغ. لا ده هو في ايه؟ يا سيدي انت هو احنا كل محطة هنا تيجي مشاكل؟ ولا حمو احنا نحسي هاد ولا ايه؟ مشاكل كده ولا ايه؟ لا استنوا لحظة، ايه ده؟ لا ده انا بجرب حاجة. ايه الدوشة دي؟ ارجع من البريد ده هنا. ما تسيبنيش يا فندم، ما تسيبنيش يا مخي. تاني يا عم خليل، تاني انت. ما تسيبنيش. اتفضلوا. خدوه. ما تسيبنيش كلامه، خيانة. مش طمني. بطلي بقى. ما انت عارفه ابوكي بيقلق من اقل حاجه. يا حول لا انا المره اللي فاتت خدت البوس. في ايه؟ ممكن افهم في ايه؟ خير، مفيش حاجه. ابوكي موهوم. لا طول عمري موهوب. سالها في ايه؟ عامل فيلم على حوله. الحقوني كيمو، ممكن تتفضلوا دلوقتي؟ كفايه احنا تعبناكم معانا قوي. طب ما نستنى، يمكن تحتاجوا حاجه ولا لا؟ ما هو بابا متعود كل ما يجي المستشفى يبات. حلو قوي، اعتبرينا مرافقين. وانت وسونا بقى تاكلوا على الله، شوفوا مصالحكم. ايه الهبل اللي بتقوله ده؟ امال هنبات فين؟ على فكره ممكن تستنوا في البنسيون. امشي يا ولد، امشي يا ولد.
امشي انت وهو من غير ما تروت قبل ما اخد الحقن. الساعة بقت واحدة ونص ومفيش اتوبيسات ومعناش حق التاكسي. هناخدها ماشي مفيش غير كده. يا عم انا مستوي على الاخر، يبقى شيلني. يا شيخ اتنيل، انا قادر اشيل نفسي. ده اللي شفته ما شافوش حد. الله، هو انتوا لسه هنا؟ ابدا، ده احنا طالبين ليموزين. طب ايه رايكم بقى تيجوا تتفرجوا على النمره بتاعتي؟ لا معلش انا تعبان قوي النهارده، خليها يوم تاني. انا مش فاضي غير النهارده وبس. اركب يا عم، اكيد فيها عشوه. كل حاجة حلمت بيها لقيتها فيك، نظرة عيونك، رقتك، لمسة ايديك. صوتك حلو قوي. انت احلى. قولي بابا عامل ايه دلوقتي؟ كويس. هو بابا موسوس، كل ما يجيله حتى صداع يجري على المستشفى. بس دمه زي العسل. ممكن تغني لي تاني؟ تدفعي كام؟ انت عايز كام؟ عايز ضحك حلو. قرب لي كمان يا حبيبي، سيبني اعيش، نفسي اعيش ليلة ما كانت على بالي من الاول. وانا يا حبيبي بتمناك قبل لقاك، يا ما قابلتك في خيالي. انا هروح اشوف بابا عايز ايه. ساميه تيراري ماري لا 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 لا. الفنان وقت سكيشه، والفنان رشدي بساتر، والفنان سيد تكات، والفنان عبد الجدايم، والفنان رجب شلهات بوشهات. فرقه ما شاء الله عليها. ونعم العفشه، هي دي الفرقه؟ هي يا عم قطع الغير البايظه دي. يلا بينا يا عم. يلا نقول في داهيه. فرق على حته، تعالى كده. ايه كان سيبني وماشي؟ ما انا الفرقه مش عاجباكم في ايه؟ انا جايب لك فرقه الشباب بلد لمؤاخذه. فرقه ايه يا عم دي؟ خرده يا خردة. عم الحاج حرام عليك، برضه بيقول لي خرده. استنى بشوف، بيقول لي خرده ايه؟ الفرقه دي عدم المؤاخذه هي اللي غنت في كاس العالم في مارينا. انتوا مش فاهمين. بس الفرقه دي ليها علاقه بالطار مش بالغنى. انت اللي هتضيع الراجل، انت اللي خلقني من الصبح عامل لي قلق. الراجل ده فنان على حق ربنا. جريح عمه، جريح عمه. سيبوني انا بس، انت اللي هتضيع الدم. هو قال لك حاجه انت كمان؟ محدش فيكم يقول حاجه خالص. انا جايب لكم فرقه الشرف لمؤاخذه، واحنا بقى بنقول لكم الميه تكدب الغطاس. الفرح اللي احنا رايحينه ده فرح كله ناس سميعه واتقال وعلى حق ربنا. انا عايزك تلوقع في الفرح. خلينا. أيوة يا عم عبده، بس احنا قاعدين نعمل بروفه مع الطواليق اللي جوه دول. بروفه دي يا ابني؟ فرقه محترمه يا ابني. دي الفرقه العربيه. العربيه جت اهي. اتفضل يا استاذ، اتفضل. انت ابعد بقى. ابو ناصر، ناصر على المترو. يا عم احنا هنبقى نجيبه من السكه واحنا ماشيين. خليك انت بقى. ولا محمد، بقول لك ايه، خد الاستاذ اركبه العربيه الثانيه. انا اروح اغير والبس لبس الماريستو واجي لكم على هناك. انا بقى المراكب. تعال شوف يا عم العربيه الثالثه دي. وسع يا جدع التواوى. خلينا نيجي على حق ربنا. وسع للاستاذ. اتفضل يا استاذ، اتفضل يا استاذ. يا
ابني طلع بيه فوق احنا مصلحه. اتفضل يا استاذ. معايا مع البيت. اتفضل شد نفسك شويه. اتفضل. الف الف ابوك يا عم الحاج، ربنا يتم بخير يا رب. اهلا اهلا، نورتوا الناس. الله يخليك يا حاج. هو ده محمد الحلو؟ انت هتفضحنا باين ولا ايه؟ ما هو مش شايف اللي لابس قميص وبنطلون؟ وبعدين محمد الحلو ده اللي بيقول لك عرفه. وانت طلعت محمد الحلو يا عم، تبين عليها ورطه. وعبد بنت ده جاي ينصب بينا. ايدك بقى على السبيك. انا ناس عشان بس ايه بقيت الاجره يعني، عشان الراجل ده اصله نجم كبير وبتشائم، لازم يطلع على المسرح واخد حقه كامل. الله، ومستعجل ليه؟ هو احنا هنطير من البلد ولا ايه؟ ماشي يا عم خلص، فين الفلوس بس؟ خلص يا بابا. ناوله يا ايوه حمو. اتاخر ليه؟ حمو تلاقيه مع علي. استنى بس يا منير. ها استنى يا منير. طب احنا متشكرين قوي. استاذن انا بقى عشان المؤاخذه عندي نمر في دشنا. واهو يا عم جبت لك النجم الكبير والفرقه و100 فل وعش. السلام عليكم. لا راح فين وسايبنا؟ ليلتك اتهرشت. ايه اللي اتهرشت؟ ما اتهرشتش. بقول لك ايه، الناس دي ممكن يذبحونا. بقول لك ايه يا عم، انت النظام ده ما ينفعش معانا. يا عم هتعمل لي كده وتقلب لي ايدك؟ بقول لك ايه، هي ليله وتعدي، قلب عيشك يا عم. انت ما تتحركش من هنا بدل ما افضح الدنيا. فين حمو؟ حمو جاي يا عم. كله جاي فين؟ جاي فين؟ عيب كده يا محمد. تعالى. طيب مش كده، ماشي. انت عايز تقول لهم؟ قول لهم بص بص الوشوش اللي قدامك، الناس دول هيبهدلونا. يا عم ما تمشي وانا ساحب عجل، انت خايف من ايه؟ امشي يا حلو. بص البنادق اللي في ايديهم، الناس دي عطشانه للدم. عايز تقول لهم يا محمد؟ قول لهم بقى. ده نصب رسمي. عارفك كده يا محمد. غني غني يا محمد. هو محمد الحلو جاي بوي. تدور من ايه هتعظمك؟ ده انت لو سمعت صوتك اول واحد هتقف. اجري عند عروستك. ودلوقتي يا رجال هنسمع المطرب محمد حلو في اغنيه عريف. حرك وداير انا بوشوش الاصداء، العشق لعبة قلبنا والحب مني خاف. انت مش محمد الحيل، ده نصاب. عاود بنت انا وكيل فنانين. عاود عاود يا دي الهيجان ده. فين يا حمو؟ رحت فرح تاني. ايه احنا ضيعنا يا حمو؟ ضيعنا؟ لا سيبنا اتسرب انا. الحق يا محمد. رجزت يا ريس. جات لي فكره طفي النور دي من عند ربنا والله. الحمد لله. عبد وانت تقطع، انا شفت كده قلنا احنا هنتقطع احنا كمان. يا عم عادي، كل النجوم اللي اتشهروا بقى وكده نجوم 100 100 مر بظروف زي الزفت، واتوقع ان احنا هنمر بايام سودة. يا محمد يا حلو. على اخر الزمن شحاتين. ملحن يشتغل كوافير. مش عايزين رجال، عايزين بنات. حتى المكواد مش عايزني. يعني ايه خلاص قفلت؟ قفلت ولا حاجه. انا ابيع الموبايل بتاعي. لا يا حمو خلي ده معاك. يا عم خلي فيه واحد. هبيع ده هبيع ده. تعال. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت الموبايل ده كام؟ وانا اكلت كتير ولا ايه؟ اه طبعا عايز انام يا اخي. يا مين يوصلني للسرير؟ بقول لك ايه، اول حاجه نعملها ندفع اجره الاوضه ويومين مقدم لسامي. يا ريتنا جبنا في سرير مليون جنيه. بص هناك يلا عزك رجليك. احلى لحظات عمري لما المحط كيمو. ازيك يا سامي، اخبارك ايه؟ يلا عشان المترو هيطلع. يلا انت عارفه ان انا اول مره في حياتي اكتشف ان السفر. اه بس دي لو كانت صدفة حلوة يعني. قصدك ايه يعني؟ والله ما اعرفش. شوف انت
اللي انا شايفه ان انا اعرفك من زمان قوي. العينين دي مش غريبة عليك، شفتها كتير. انت بتروح اسكندرية؟ بقول لك ايه، انا بكسف الكلام ده. ماشي والله العظيم انا اول مرة في حياتي اقول الكلام ده، وفي المترو عمري في حياتي ما قلت حاجات من ده. صدقك اهو وريني بقى. للاسف الشاي، انا عارف اني ماليش بقى. شايب يا شايب، الحكم عليك يا حبيبي. طلباتك سيبك من البنت دي بقى، وخليك حنين عليها وبلاش الدك والعنده. ما تنخورش في دماغها عيب. ما تطلب طلب سهل شويه، ده هي روحي وعيني وقلبي. الله، احنا بنتسلى. انت بتتسلى بكل حاجه، ما قلناش هنلعب الشاي، هنلعب بالبزازه. يا جرح قلبي بقزازه. ازازتي يا عم مختار، انت هتعمل عمل ايه على الترابيزه؟ ما تحترم ساعتها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تاخرتي ليه؟ ابدا، المحاضره بس اتاخرت شويه. ده انا حتى قابلت كيمو وحمو على المحطه. صدفه غريبه قوي. دي كانت صدفه بجد. وانت بقى كنت فين بقى طول النهار؟ شغل، معيد مع منتجين، شويه عربين. العبي العبي. على اذنكم. شباب ايه الريوش ده؟ ماسك بريزه في ايده وهات. المنتجين قال رايحين جايين عليه. ده تلاقيه بيبيع فل على النواصي، شكله كده. اخرتها سلم وجردل ونعلق اعلانات. علق انت يا نجم استوديو النجوم، وانا علق حمل انتخابات حموده عطيه. صدق لقاك يا ملاك، دبت فيك والله من نظرتين. حياتي ما تغلاش عليك، وبالعمر كله اشتريك. يا اول واخر غرام، ده الكلام كله صعب انه يوصل بعيني. سلامة كيمو، لو حلم اتحقق وبيت عضو مجلس الشعب. صباح الفل يا ريس. صباح العشت عليك. مساعدة. الله يخليك، والنبي ناوي الافشات دي. اوعى كده حاسب، ربنا يكرمك عشان نخلص. ايه الاخلاق دي؟ صباح الفل. جاءكم من دور سعيد رجل الشرف والمبادئ والفضيلة حمود عطية. قوم يا مصري، مصري دايما بالجديد. قوم يا مصري، مصري دايما بالجديد. السلام عليكم يا باشا. هم دول ساعتك؟ ايوه يا باشا، هم دول. انا حمود عطيه سهر الليل رمز الشمسيه. يتعمل فيا كده؟ يا سعاده البيه، ده ابو العربي قال لي سيبك منهم ورشح نفسك عندنا في الدايره في بورسعيد. ما رضيتش، وقلت ارشح نفسي هنا عشان اخدم الناس ديه. يقوم يعملوا كده لمصلحه مين؟ يا باشا رشح نفسك من بكره في اسكندريه، ونقف معاك بقى مثل الرجاله ولا ايه؟ اخلص يا مجرم. انت بقيت مجرم وانت ارهابي متآمن. انتوا مين مأجركم وحكايتكم ايه بالظبط؟ والله العظيم يا باشا احنا مظلومين، ودي مش شغلتنا اصلا. امال بتشتغلوا ايه؟ يا باشا انا بغني وصاحبي ملحن، بس ظروفنا ملطشه شويه. والله العظيم مالينا ذنب في الموضوع ده خالص.
تمام يا فندم. كان بيجرد عينات يا فندم. يا ابن الجنية، عمال تقول لي بساعدك؟ ماشي. طلعها برا. برا. اتفضلوا احنا يا سامي. انا محضر السبوبة انما ايه؟ فلة. بصراحة اتفقت مع سامية على رحلة للجامعة. هتغني فيها وهناخد قرشين زي الفل. ايه رأيك؟ يا جدع ومين اللي قالك تفعل حاجة زي دي من غير ما تقول لي؟ ايه يا عم انت؟ هو فقر وعنطزة؟ قرشين نظبط نفسنا، نطقم نروح واحنا رايحين نستلم نجوم. وقلت برضه يعني اوصل الحنان بينك وبين ساميه. حنان ايه وقرف ايه؟ ايه رايك ان انا مش رايح؟ ايه ده؟ يا كيمو انت فاكرني ما بعرفش اغني؟ لا غني بيكي يا. وانا اللي بينكم هنا رضيت بالعذاب لحد ما قلبي ده. ليه بتغني اغنيه حزينه كده؟ ما هي الدنيا كده، شوية فرح وشوية حزن. طب لما انت فاهم الدنيا كده ليه بقى التشاؤم؟ انا عن نفسي متفائل وهروح رحلة بكرة. شايف صاحبك ولا على باله؟ هتعمل زيه. ونبقى لبعض. بس صعب. مفيش حاجة اسمها صعب. أي حلم في الدنيا ممكن يتحقق. بس لو حلمك بقى اتحقق وبقيت نجم مشهور قد الدنيا هتنساني؟ عمري. اوعدني. سامي أنا بحبك. يبقى إن شاء الله هنكون لبعض. يا رب. بس ادعيلي بكرة ربنا يوفقني في سود النجوم. إن شاء الله ربنا هيوفقك يا حبيبي.
بحبك يا مجنون. متشكرين قوي يا سامية. عن اذنكم سامية، راجع الفلوس دي. فلوس ايه اللي رجعها؟ دي هنجيب بيها قميص لحضرتك عشان استاديو النجوم. كل همك في الفلوس وبس. سامية، انا بس حبيت انبهك لان سامية بنتك دي زي بنتي بالظبط. ايوه بس انت مش عرفك من النظرات، من الكلام الحلو اللي يلف دماغ اي واحده، العيال دول مش سهل. اذا كان حمو لف دماغ البت سونا اللي محدش قدر يلف دماغها. بس يا اخي بس يا مختار، ايه العمل؟ بالراحه بالهداوه. وان ما كنتش مصدقني اسال الواد نوح السوسه، الواد ده يعرف دبه النمله. شكرا قوي. يا زلمة ايه ده؟ شفتش كده قوي؟ اللي جابلك يخليلك. تصبح على خير. سامي تعال عايزك. ايه حكايتك بالظبط؟ البنسيون كله بيتكلم على العلاقه اللي بينك وبين اللي اسمه كمال ده، الكلام ده صح؟ يا سلام، للدرجه دي كمان بتقولي للدرجه دي؟ يعني الكلام ده صح؟ وابوك اخر من يعلم. يا بابا ارجوك وطي صوتك، انا ما بعملش حاجه غلط. من امتى يا ساميه بترد على ابوكي؟ والله اتغيرتي وصوتك عالي. يا بابا انا ما بقتش صغيره، اقدر اعرف الوحش من الحلو، انت اللي علمتني كده. يا بنتي عرفتوني ازاي دول؟ دول ولا شكل ولا منظر ولا مستقبل ولا حاجه خالص. الله، عرفتيهم ازاي؟ فهميني يا بابا ليه تحكم على الناس من ظروفها؟ ما تظلمش حد، دول اطيب ناس انا عرفتهم في حياتي. يعني مفيش فايده. معلش، انا ليا صرفه تانيه بقى، وكل واحد يعرف حدوده، ومن هنا ورايح لا في خروج ولا في كلام فارغ من ده. بابا كفايه كده، ارجوك كفايه. سامحيني يا بنتي، انا بعمل كل ده لمصلحتك، انا لازم امنع المشكله قبل ما تحصل. ايوه كيمو يا ابني، شايف صور النجوم اللي قدامك دول؟ نجوم ماتوا وراحوا، لكن لسه عايشين في قلوبنا، لانه كان لهم مشاعر رقيقه، كانوا بيأدوا بإخلاص. يلا الله يرحمهم ويحسن ليهم. الله يرحمهم. صورتي دي بقى أنا في فيلم طريق الظلام. هو كان في فيلم اسمه كده؟ أيوة، كان بطولة غوريلا وقردين وكلب. يا ساتر يا رب. مش قلتلك كنت هاوي؟ أنا لولا اللوكاندا دي ما كنتش عرفت أعيش، والمعاش أنت عارفه بيروح فاتورة كهربا وفاتورة تليفون. الفن يا كيمو عمره ما ياكل عيش. بس الفنان لو عنده موهبه حقيقيه ممكن يوصل ويبقى زي دول. يا ابني انا مش بكسر بقديفك، فن زمان يختلف عن فن دلوقتي، احنا محتاجين سنين طويله عشان نوصل للفن الجميل. عندك حق يا استاذ، بس الموهبه الحقيقيه محتاجه ظروف ومناخ صح. يا ابني انا عايزك دايما تختار وتسأل نفسك انت عايز ايه بالظبط، وتكافح وتجتهد وتصبر عشان تنجح، والا ترجع لاهلك وتورك على شغلانه تانيه تنجح فيها زي ما انا عملت بالظبط، والفن يبقى هوايه بس. انا زمان حاولت، وكان اختياري العظيم والاجمل في حياتي هي بنتي ساميه، اللي بتمنى لها من الدنيا انها تختار صح وتعيش سعيدة في حياتها المستورة. شكرا يا أستاذ، رسالتك وصلت. أنا متأكد إنك هتقدر ظروفي زي ما قدرت ظروفكوا تمام. أنا قدامي شوية أحلام ومسيرة وصلها. أرجوك يا ابني سيب بنتي
لحياتها ودنيتها البسيطة اللي رسمناها أنا وهي. اوعى تحطم حلم راجل كبير زي هو. أرجوك يا كيمو، أرجوك يا ابني، أرجوك. ما تخافش يا عم خليل، ومصيرك تعرف إن كيمو راجل. النجوم يلا. احنا حضرتك جايين من طرف الاستاذ علي عزت. علي عزت مين؟ الاستاذ علي عزت شغال مع حضرتك هنا اهو. شغال ايه؟ الحقيقه احنا مش عارفين، احنا جايين من طرف واحد يعرفه يعني. يعني ايه المطلوب مني؟ لا حضرتك يعني كيمو مطرب وانا ملحن، وقلنا يعني استاذ علي عزت هيقدم لنا في الاختبار. والله يا اخواننا دي مش محتاجه واسطه، قدموا ربنا سهل. القهوه بتاعت سعادتك يا سعاده البيه. شكرا يا معلم. العفو يا سعاده البيه، العفو. علي عزت؟ ايوه انا علي عزت. حضرتك الاستاذ علي عزت؟ ايوه انا الاستاذ علي عزت. عايزين حضرتك في موضوع. اتفضل يا فندم، اتفضل اتفضل. بصوا، الشغلانه الوحيده اللي قدرت احصل لكم عليها هي صبي بوفيه. يا عم اجري بقى من قدامي بقى، اجري. انا غلطان؟ انا غلطان لك اني بجيب لكم شغله تاكلوا منها عيش. يا عم يا استاذ علي عزت، الراجل ده مطرب وانا ملحن، فهمت؟ ما تقول كده من الصبح يا اخي، خلاص تاهت والاناهه. انا اقدم لكم طلب ياخد مجراه وياخد وقته وابعت لكم على طول. ايوه يا باشا، الشاي المتين. يا عم انت هتغني يا عم، ما تحطه تخلص. لقيت الراجل هتبرع لي بالكليه العملية، لازم اعملها بسرعه. ايه اللي لقيته؟ جبته لك خصيصا من السودان، بس طالب مليار جنيه سوداني، يعني حوالي 50,000 جنيه مصري. ما انت فاهم، فصيله اوه نادره قوي. مش معقول كليه بمليار جنيه سوداني؟ في حاجه يا لا يا زول؟ الف سلام عليك يا باشمهندس، انا جاهز يا زول، ايدك على المليار ونخلص. جد. بجد ايه؟ انت اهو وانا اهو والكليه اهي. اي نعم انا فصيله دمي ايه، لكن انا اضمن انها هتكون معاك. او تيجي لك يا عمك، خد ايه اللي هيمد ايده عليه هشرحه. اقعد. خد يا عم 250 مليون واديني 750. انتوا باين عليكم عاوزين تتقطعوا. طب يعني خلص يا عمو، خلص يا اخي. اي حاجه رحت بيها كليتك يا ولد؟ هي حصلت؟ انت مجنون؟ انت عايزني اعمل ايه؟ هي محاولة واحد يائس. انا مش فاهم دماغك وصلتك للتفكير ده ازاي؟ عشان انا كصاحبي كان نفسي ابيع كليتي واجيب لك بيها فلوس عشان اعمل لك شريط والناس تعرفك. ملعون ابو الشهرة والفلوس يا ولد، انت عندي اغلى من الدنيا دي كلها. مش عايزين نفشل، مش عايزين نرجع لاهالينا واحنا فاشلين. لازم ننجح، لازم ان شاء الله. تاخرت كده ليه يا سون؟ حرام عليك، النهارده المحل كان ولع والزباين رموا عليا نقطه كده. ايه مالك؟ كيمو وحمو ما رجعوش لغايه دلوقتي. ايه كيمو وحشك بصراحه؟ اه، بس انا حاسه ان خليل مش موافق على الموضوع. عارفه يا سون، انا واثقه انهم لو نجحوا في استوديو النجوم كل حاجه هتتغير. ما تقلقيش، انا عارفه مكانهم. يلا ننام دلوقتي والصبح كل حاجه هتتحل. يلا يا حبيبتي. يا حبيبي انت ايه اللي عمل فيك كده بس؟ الاسد في عرينه دفع الثمن وطلق مراته علشان خاطر حبنا. انت عليك يا كيمو، تفوت يوم بحاله مش فاكش ولا اعرف عنك حاجه. ربنا وحده اللي عالم انت وحشاني قد ايه. ايه ده؟ الأمر برضو يطلع بالنهار برضو. سونا يا سونسون يا جميل، جيت لك اهو. كل عقلك كلمتين، انا لولا سامي ما كنتش جيت. الحلو بيتعب لي اسناني.
هموت انا في المياره. اوعى كده. بقول لك ايه، انا خلاص فكيت الحصار، عايزين نعمل سبوبه سوا ناكله عيش كده يعني. مش قلت لك من زمان عقل كيمو وانا هخليك تلعب بالفلوس ده واحلامه صح بقى. احسن بكتير من لوكاند السعاده بقى. كيمو انت عايزني بعد ما امشي في الطريق السهل ولا ايه؟ امشي في الطريق الصعب تاني؟ سونا صح حمو دح، سونا صح حمو دح، سونا ايه سونا صح حمو ايه حمو دح ايه. والله العظيم يا كيمو اللحن ده ساعه زمن بالفلوس دي كلها. النشاز ده بتسميه لحن؟ والنبي يا عم اقعد، ولا انت عايزنا نشحت ونبقى على الناس؟ اخص عليك يا حمو، اخص عليك يا جدع، انت بهزر معاك فيها ايه؟ هو اللحن بيقول ايه؟ بتقول لي اديني كول وقابلني في اي مول، بتقول لي اديني كول وقابلني في اي مول، بتقول لي اديني كول وقابلني في اي مول. حلو. يخرب شيطانك يا كيمو، ده طلع جنه اهو، وعامل لي كهف منه، بس مش هي دي احلامي. سونا خلتني احلم صح، والناس مروشينا وشغل كبرهات. بس ده ما كانش اتفقنا يا حمو انك تشتغل في كبرهات. ومالها الكبرهات؟ ملهاش، بس احنا كنا جايين هنا مصر عشان كنا جايين وكل الطرق اتسدت في وشنا، عايزنا نرجع على افراح البلد تاني. انا مش مستعد انزل الحته وانا فاشل. انا خلاص هنزل مع سونا كل يوم وهنعمل اغنيه دويت. يبقى كل واحد مننا في طريق. ليه بس يا كيمو؟ اسمع كلامي يا كيمو، انا خبره في الدنيا، يعني انتوا كنتوا جايين القاهره ليه؟ مش عشان موضوع استوديو النجوم؟ والموضوع طلع في شنك، يعني مفيش قدامك غير حل واحد بس، يا اما ترضى وتقعد يا اما ترجع اسكندريه تاني. مش انت اللي تقولي لي اقعد ولا ارجع. اسمعي يا سونا، احنا جايين هنا عشان ننجح مش عشان الفلوس. يا ستي سيبينا في حالنا وعيش انت في كباريهاتك دي. نعم يا اخويا، ومالهم بتوع الكباريهات بقى؟ خلاص يا سونا، خلاص خلاص. طيب اتفضلي انت. طيب يا حمو. كيمو حسيبك انا مع احلامك اللي انا نسيتها، وهروح انا مع سونا. حمو يلا يا حمو. رايح حمو زي ما رايح، اللي رايح ماشي، بس خلي بالك من نفسك. كده بقى دي النهاية، خلاص آخر الحكاية، وداع وفراق واخدنا والدا واقف مكانك. سامية انت رايح فين؟ مسافر. كيمو استنى. كيمو ما تغزنيش وبطل طريقتك دي. هي دي الحقيقة، الحب ليه تمن والعيشة ليها تمن والتضحية ليها تمن، وانا مملكش غير شوية مشاعر. وحبي ليك يساوي ايه؟ لسه هي بالظروف تلعب بيك كده؟ ما تفوق يا كيمو، ما هي ما ناس ضحت عشان حبها وعشان مستقبلها، ما تيجي شايف حمو صاحبك بيعمل ايه؟ حمو قبل يغني والرقاصة، لكن انا لا. ده مش تنازل، دي محاولة، لازم تجرب وتتعلم، تفتح كل باب وتدور على كل فرصة. هي الدنيا كده يا كيمو، محتاج اللي يعانت معاها، مش اللي يقعد يستنى لغاية ما فرصة تجيله. كلكوا صح،
حمو صح وسونا صح وابوكي صح، انا بس الغلطان. حتى في حبي ليك كنت غلطان. انا ايه؟ انا ولا حاجه. انا ايه اللي جابني هنا؟ انت نسيت وعدنا ولا ايه؟ ايه اللي جرالك يا كيمو؟ انا جنبك، عايز احس انك جنبي. انت اجمل حاجه حصلت لي في حياتي، انت فاهم؟ ساميه، ساميه ابوك كان عنده حق. كفايه لغايه كده، عن اذنك. عارفه يا سونا، انا ياما عملت نجوم. شايفه الصور دي؟ حضرتك اللي عملتهم؟ لا، حضرتي اللي علقتهم. مبروك يا سونا، مبروك يا حمو. ادي 10,000 جنيه عربون، والباقي لما نخلص الشريط. بس انا ليه عندك طلب؟ المهم ان احنا نخلص الالحان الاول. لا، انا ليه عندك طلب؟ صوت هديه للشركه. قصدك كيمو؟ بعدين بعدين. عايزين اغاني روشه. روشه خالص. و عايزه نسبه من المبيعات. انا مش عايزك تقطعي، ولو حصل عينيا ليكي. اللي اوله شرط، اكتب لي ده في العقد. موافق يا ستي، هديكي نسبه 2%. لا شويه، خليها ببركتها. شبابنا مغرمة، التت تت تو، خلوا الرأس معلمة، واللبس خففوا ياهو شبابنا مغرمة. دي قاعدة تقول ألو، ودي ماشية بالميول، ما هو عصر العولمة. استاذ كمال هو موجود؟ كيمو؟ لا ده ساب البنسيون. شكرا. لو سمحت، هو حضرتك بتدور على كيمو؟ بس مش عارف اوصل له. طب خير،
عنده ميعاد مهم النهارده في استوديو النجوم. الحمد لله. طب خلاص انا هبلغه. متشكر متشكر قوي. في ايه يا سامي؟ في ايه يا بنتي؟ بصراحه يا بابا في موضوع مهم ولازم نبلغ كيمو بيه. كيمو؟ كيمو تاني يا سامية؟ ايه حكايتك؟ احنا مش كنا خدنا قرار في المسألة دي؟ يا بابا، بابا حضرتك اللي خدت قرار، انا ما خدتوش. وبعدين والله كيمو انسان كويس. ايوه ستي كويس، وعارف عارف كمان انه راجل قوي. طب ممكن تدينا فرصة لو نجح في استوديو النجوم؟ سامي يا بنتي انا خايف عليك. ولو نجح يبقى عمل اللي ما قدرتش انا اعمله. وكفايه انه ما مشيش في نفس السكه اللي مشي فيها حمو. صح. عايزه ايه؟ شوف يا ساميه، انا موافق لو نجح. ربنا يخليك ليا يا احسن ام في الدنيا. هكلمه بقى. ها سيبيني بقى، ما انا جبت النمله انا اللي بلغه. لا 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 انت جننتي. لا مش ممكن. لو تسمح لي انا اللي اوديكي المستشفى. بس هو اللي غلطان، هو اللي خبطني. يلا يلا شيلوه من الارض بسرعه. يلا يلا. اوه مش ممكن. على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك على اقل من مهلك. اوه نو اوه نو. على الموبايل بتاعك. ايه ده يرن؟ ايه ده؟ الو. لا مش هو، هو عمل حادثه. الله 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 الله. ليه كده؟ ليه كده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. في إيه يا بابا؟ يا ريت تسامحني، أرجوك تسامحني. عموماً ده الكاتب بتاعي، لقاء فييد مذيع في قناة الحرية. لو عايزت أي حاجة أنا تحت أمرك. فعلاً لقاء فريد. بجد؟ بجد؟ ما قلتليش أنت بتشتغل إيه؟ هو لغاية دلوقتي مطرب معايا في التمثيل. مطرب بجد؟ خليني. آه يا رجلي. الله صوتك حلو قوي. عموما لو احتجت أي حاجة كلمني. لقاء فييد قناة الحرية. مين؟ طيب خليهم يتفضلوا. الله اسمك جميل. ازيك يا سمير؟ ميرسي قوي. يلا يا خلو. ميرسي قوي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. تعالى يا بنتي تعالى. ايه اسمك؟ ايه لسه فاكرني يا صاحبي؟ كيمو انت صاحبي بس الظروف يعني. الحمد لله على السلامة يا كيمو يا ابني. على فكرة أنا اللي جايب لك الورد ده مش حد تاني. بص يا بطل بقى، لازم تستعد وتقوم بسرعة عشان عندي لك مفاجأة. حذر فذر. إيه؟ بنت سيبيني أنا اللي هقوله. بابا لا أنا اللي هقول. معاد استوديو النجوم النهاردة. بعد كل ده الميعاد يبقى النهاردة؟ أكيد لما يعرفوا موضوع الحادثة ده هيعذروك. ألف مبروك يا كيمو. الله يبارك فيك يا صاحبي. الله يعال، ده اللي ناقص.
انت يا سونا جيبي ملحن غيري وترشحي مطرب تاني معاكي ليه يا سونا؟ ليه؟ محدش عاجبه ولا لحن من ألحانك، وبعدين المنتج الجديد مش عايزك معايا. يو ليه؟ مش ألحاني هي اللي خليتك نجمة ولا نسيتك؟ انت اللي مش عايز تفهم، احمد ربنا على اللي انت فيه. وبعدين ناقصك ايه؟ كفايه عليك الافراح ونعمل الملاهي. فعلا كفايه عليا الافراح والملاهي. تبيتي انانيه وما بتحبيش غير نفسك وبس. خساره، مش انت السيده اللي حبيتها خالص. يوه، مش كل مره اسمع منك نفس الاسطواره دي. بطل غيره بقى، انا زهقت خلاص. انا مش عايزه انقر كل يوم ولا عايزه حد يعطلني عن شغلي. حمو حمو، انا بحبك بحبك وخايف عليك. الناس دي بلطجيه وانت مش قدهم. لا، كان ده ما يخلش عليا، وحمو ما يتكلش على انت يا ماما. سلسل يا حياة، انا جيت بوظت البيت. اهلا اهلا مختار بيه. امسكي. يا سلام. خلاص يا سنسن يا حياتي، اطمني خالص. حط في بطنك بطيخة صيفي. اللي قدامك دي بنك متحرك، هنا دولارات وهنا استرليني وهنا ين ياباني. انا هنتج لك احلى شريط وهعمل لك احلى فيلم، وهتقعدي في احلى فيلا، وهتركبي احلى عربية، وهتصيفي على البيتش زي ما انت عايزة. بس الولد حمو ده هو، الولد حمو ده هو خلاص، حمو ده خلاص كفاية، احنا زهقنا منه. انا جايب لك بقى احلى مطرب، الاستاذ خميس مصر الجديدة. مساء الخير. ايه ده؟ تحولت مصر الجديدة وبقيت مطرب كمان؟ يعني هو انت اللي كنت مطرب اساسا؟ مبروك يا سونا. حمو راح، خميس جه، ويا عالم. ومختار جه لحبيبتي القلب. لا ده كتير. كده بقى احنا متعادلين. خلاص سيبوه. ايه يا جماعة زعلين ليه؟ سيلا بي حطم حمامك القديم. حلوة قوي حمامك القديم دي. بقيت مسخة بتترمي في الشوارع يا حمو، بقيت موضة يا حمو، لا صوت ولا صورة. يا كانت أيام جميلة بشكل. بعت أهم حاجة في حياتي، صاحبي والحامي. غبي حمار ندل، لازم أعمل حاجة كبيرة، لازم حاجة ترجعش نفسي. رب ساعدني. ألف سلام عليك. نقدر ناخد لك معاد بعد 3 أشهر إن شاء الله. يا 3 أشهر؟ إيه المشكلة؟ ده كده أحسن، تتدرب وتجهز إن شاء الله هتنجح. ربنا يوفقكم. شكرين عم علي. مع السلامة. السلام عليكم. مع السلامة. بينا نعيش ده العمر ليلة، ما تقوليش نستنى ليلة، دي الأيام جنبك جميلة وعمري غالي لقيته معاك. ايه يا ابني ده؟ ايه الذوق الحلو ده؟ ايه الجمال ده كله؟ ربنا يخليك عم خليل. مساء الخير. مساء الخير. ايه عالم الحيوان ده؟ ده ناصر الاسد في عرينه. عرينه؟ الله. قلت اخويا ما بيسالش، اجي اسال انا. بارك لي، خطبت سحر. مبروك يا حبيبي. الف مبروك. الله، خطبت دي؟ والله دي؟ تصور. لايقين لبعض. يا حمو، كل اللي قلته لك ما يزعلكش. يعني النهارده كل ربع ساعة يظهر مطرب، وبعد كده هوب المطرب ما تلاقوش. أنا مش زعلان منك يا عم حسن، أنت عندك حق. الشاطر اللي يقدر يحافظ على نجاحه وحب الناس مش سهل. أهم حاجة ميعاد الحفلة زي ما هو، ولا أنت غيرت رأيك؟ لا، الحفلة زي ما هي ومزعة على الهوا، بس أنت كمطرب جميل لازم تختار كلمة كويسة ولحن كويس. وبعدين حد عارف بكرة في إيه؟ إن شاء الله خير. كله كويس. اتفضل يا حبيبي. بعد إذنك. اتفضل يا بابا. أنا عمري ما هنسى وقفتكم جنبي. عيب يا ولد ما تقولش الكلام ده. أنت خلاص
بقت مننا وعلينا. مش قلت لك يا كيمو بابا ده اطيب راجل في الدنيا. ايوه طيب. اه طيب بس ساعات ابقى شرس وساعات تانية ابقى قبيح. يا جماعة يا جماعة عارفين مين برا؟ مين يا معفن؟ السلام عليكم. ازيك عم خليل؟ ازيك يا سامي؟ ازيك انت حمو عامل ايه؟ عايزك يا كيمو محتاج لك يا صاحبي. عن اذنكم. ايه اللي رجعه تاني ده؟ احنا مش كنا خلصنا منه؟ احنا هنا شايفين الدنيا كلها من فوق زمان كنا شايفينها من تحت. فاكر؟ ما بحبش الاماكن العاليه انا بتزغلل. انت مش فاهمني. هنا القمه طريق نجوميه. مش عايزهم ومش عايز افهم. سامحني بقى يا صاحبي غلطة غلطة. طول عمرك اطيب مني وارجع مني وانا بشر يا كيمو. مفيش داعي للكلام ده. انا مش زعلان منك يا عم. ومين عارف لو انا كنت مكانك كان هيحصل ايه. عمرك ما كنت هتعمل غلطتي ولا هتعمل زيي. بقولك ايه تندمش على اختيارك وبعدين ما انت بقيت نجم ومشهور. ولا كيمو احنا مش كنا متعادين على الحلو والمر مع بعض. وانا عمري ما خلفت وعدي معاك. اسمعني يا صاحبي والله وقرآن ربنا أنا جاي لك وقلبي كله ندم ونفسي أعمل حاجة بس لو تديني فرصة. عايز إيه؟ عندي حفلة كبيرة قوي مصر كلها هتشوفها وده آخر أمل ليا. حفلة كده على الهوا وفي التلفزيون كمان. وإيه المطلوب منك؟ أنت المطلوب. مش فاهم. سلفني صوتك في الحفلة. أنت مجنون كيمو. احنا لازم نتناقش في الموضوع ده. ما هو اصلا ما ينفعش تاخد فيه قرار لوحدك. حبيبي انا هوريك ازاي تشوف الدنيا من فوق. ممكن هيحصل ايه يعني؟ يمكن اقدر اساعده. يا حبيبي ده بيستغلك. انا مش فاهمه ازاي قدر حتى يقول لك كده. انا حاسس بيه. حمو في ازمه. دي اول مره يغني في حفله وعلى الهوا. تقوم تدي له صوتك يا كيمو. صوتي ومين اللي هيسمع صوتي؟ ما خلاص كل الطرق سدت. طرق ايه اللي اتسدت وايه التشاؤم اللي انت فيه ده؟ انت بطريقتك دي هتفضل طول عمرك في الضل. وبجد بقى ولا حد من الناس دي عمره هيسمع صوتك. ناس مين؟ ناس مين اللي بتتكلمي عليهم دول؟ انا معاه فعلا. بص للدنيا من فوق. بس بجد سامية ده كان هيبيع كليته عشاني. ده صاحبي. كان صاحبك يا كيمو. ده انت قدامك فرصة كبيرة قوي في استوديو النجوم. في الزمن ده فرصة كبيرة يعني واسطة كبيرة. استوديو النجوم ده انسيه. أنا خلاص ما بقيتش قادر أستحمل صدمات تانية. بص يا كيمو الأمل الوحيد اللي ممكن يخلينا لبعض صوتك والأغنية دي. هتتنازل عنهم يبقى هتتنازل عني. خارج نطاق الخدمة بابا. أرجوك يا بابا لازم أمنعه. يا بنت اللي حصل حصل. دي تنازل عن نفسه وعنك. استغفر الله العظيم. بابا أرجوك يا بابا الوقت بيجري. عشان خاطري يا بابا عشان خاطري. يلا يا بابا يلا. تأخر كيمو هيضيعنا وضيع نفسه. ايوه يا خليل. ايه بتقول ايه؟ طب انا جايه.
سيداتي أنساتي سادتي، مساء الخير، أهلا بكم في ليلة جديدة من ليالي التلفزيون. والليلة سوف نقدم لكم مفاجأة لن تتكرر، فلأول مرة في حفلات ليالي التلفزيون وعلى الهواء مباشرة النجم الصاعد حمو. ربنا يوفقنا النهارده. ربنا يوفقك. النهارده هقدم لكم اهم لحن في حياتي، وفي مفاجاه كبيره قوي. بالك قلب صوت كيم وابني. ايه ده؟ عبد الوهاب بيغني. عبد الوهاب ايه؟ ده عبد الحليم حافظ. اقعد يا راجل اقعد. جنبك جميلة وعمري يا غالي لقيته معاك. بينا نعيش ده العمر ليلة، ما تقوليش نستنى ليلة دي الايام. جنبك جميلة وعمري يا غالي لقيته معاك. انا ما بعرفش اغني، لكن اللحن ده بتاعي. غنى صح. اول يوم في لقانا خدني هواك، عشت معاك احلى سنين عمري يا غالي. بان على طول ايه جوانا لما العين جت في العين، وانا حسيت بالله